مبروك عليك أيها الشعب العربي الحر في الجزائر العربية الحرة، أيها المواطنون الأحرار في الجزائر العربية الحرة السيدة. نحن نعلم جميعا بأننا إن وصلنا إلى هذه المرحلة الحاسمة وبلغنا أملنا بتحقيق استقلالنا الوطني، إن نحن بلغنا ذلك فإنما بفضل وحدتنا القوية الجبارة التي كانت وما زالت تلحم الواحد بالآخر والواحدة بالأخرى. سبع وخمسون سنة تمر على هذه الكلمات الرنانة لصاحبها المذيع المجاهد عيسى مسعودي، معلنا بها عن بداية ميلاد الإذاعة والتلفزيون في الجزائر وطرد الفرنسيين منها. 28 من شهر أكتوبر 1962 منعرج هام ومحطة فارقة في تاريخ الجزائر تبقى راسخة في ذهن كل من عايشها، فبالرغم من نقص خبرة التقنيين الجزائريين أنذاك إلا أنهم تمكنوا بفضل العزيمة والروح الوطنية من مواصلة البث بعد انقطاعه لفترة قصيرة، حيث تمت الاستعانة بعدد من المهندسين والتقنيين الذين تم تكوينهم قبل التاريخ المذكور تحسبا للاسترجاع الأكيد للسيادة على هاتين المؤسستين الإعلاميتين. بعد 57 سنة من الكفاح هي الجزائر تعيش زخما إعلاميا مواكبا للعالم بعد ظهور القنوات الخاصة والإعلام البديل الذي عزز دور المواطن في إيصال رسالته وإسهامه في إحداث تغييرات كثيرة في حياته اليومية. فذكر استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون ليست مجرد وقفة عابرة، وإنما موعد للتذكير بما بذله جيل الأمس في سبيل بناء إعلام قوي قادر على مواكبة التحولات الجارية في البلاد والتطورات الحاصلة في العالم، خاصة بالنسبة للقطاع السمع البصري الذي يتميز به هذا القطاع من ديناميكية وفعالية وسرعة في المعالجة والتأثير.